السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أحوالكم إن شاء الله طيبين. هل الصوت واضح؟ تحية لكل الناس المتواجدين. أنا يوم ذاك كان في رقم اللي هو بيتصل لحد ما قطع البث. والله الزمن اللي بنلقاه معاكم بس فترات دوامات، الحمد لله رب العالمين. اليوم كله دوام، باقي الوقت الواحد ما بيقدر يتواصل مع أسرته ومع أهله وباقي الأمور أنتوا عارفينها. على العموم أنا جاي أتكلم ليه الأزمات دي تظل مستمرة والموت الحاصل هسي، وده كله دارج أتكلم على الناس اللي بيزيدوا في الحطب وما عارف الناس تشيل سلاح والناس تعمل شنو وكده، وبالأخص واحد من الشباب كده أنا خشيت معاه في لايف وكنت مجهز له زي ما بقولوا فتيله، بكورك شيلوا سلاح جيبوا نحن ونموت ونموت، هو قاعد برا العاطل قاعد برا بسبب تفوهاته وكلامه اللي بيقول فيه ده، اخو ده اللي بيموتوا بالصف، نحن الا نموت يجوا ناس غيرنا، نحن انت يا زول قاعد برا اوعك تكورك. واحد اسمه احمد كسله ولا منو، انا جاي الليله ما قاعد اقول اسماء ناس، لكن دخلت معاه في البث وبديت اتكلم قفل البث وبعد ذاك قام شني رفض اني يضيفني جوا. فانا داير ارد للشخص ده، يا جماعه انتوا ذاتكم مسؤولين للناس اللي بتشير دي ذاتها، لاي زول بيقول كلمه وبيحرض الناس اللي بتشير دي ذاتها مسؤوله من الكلام اللي بيقول فيه ده. يا ناس البلد دي عانت بما فيه الكفايه دم، البلد البأس دي يا اخي الناس عايشين في بؤس والناس بيموت يوميا، وبتلقى واحد بيقول شيلوا سلاح شيلوا سلاح، يا اخي انت في مخيلتك دي ما في غير السلاح يا شيخ. اكبر حرب اهليه في تاريخ افريقيا دي انتهت لما الناس قعدوا قالوا سلميه. انا بقول لك الكلام ده عشان في مخيلتك ما في، لانه انت ذاتك سبب موت الناس اللي قاعدين ديل، انت جزء من الموت الحاصل ده هسي. اتكلمت معاه بعد شويه قال بيقول حميتي وما عارف ويت وبيضحك. فيا اخي انا دار اقول للشخص المريض، اول حاجه بعتبره مريض نفسيا. ويا جماعه ما ممكن انا اجي اسمع لي زول يغذي لي مشاعر الداخلية بقول كلام بيموتوا فيه ناس آخرين. يا شيخنا البلد دي عانت بما فيه الكفاية، ولولا الثورة السلمية دي ولو يا أخي الحركة الشعبية دي قايدة حرب يا أخي قريبة 60 سنة. في النهاية جون قرن ده قعد وقال يا جماعة شوفوا السودان ده حق الجميع، وجاء دخل بعين قوية تم اتفاقه جوا السلطة وقعد جوا الخرطوم، الناس طلعوا له بمليارديات مشروع في الساحه الخضراء، وانا واحد من الناس المشتله في الساحه الخضراء، ويمكن انا عمري يمكن ما عدلوا 14 سنه ولا 13، مشيت الساحه الخضراء عشان انا اشوف جون قرن ده ذاته منه. وطلعنا ما قادرين من ما قطعنا الكوبري ده نزلنا ماشيين برجولنا، الشوارع كلها مقفله. يجب على هؤلاء المرضى النفسيين اللي بيطلعوا برا وبيزيدوا في يا جماعه شير البز يصل لكل الناس العيانين ديل، وانا داير اقول كلام هنا مهم شديد. اتمنى انه يا اخي كلكم تشيروا، انا بنتظركم كلكم تشيروا عشان انا اقول لكم الناس المرضى النفسيين ديل بيعملوا شنو في البلد دي، نحن نموت نحن عاملين لك كم شخص كده فاكر نفسك انت قائد عام. اول مره انا جاي اتكلم في شخص بالاسم فهو شايف الناس بيشيروا له. يا جماعه الازمه اللي حصلت دي، الموت اللي قاعد يحصل ده ليه 40 سنه قاعد يحصل في البلد دي، ليه 30 سنه قاعد يحصل في البلد دي، الموت اللي هسه حاصل ده بيتكرر وبيستمر لعدة عوامل، العوامل دي لو ما تعالجت لا يمكن يقيف نزيف الدم. الصغيرة وما عارف ده كلام فارغ. أخي بيموتوا الأبرياء ده وأنت قاعد برا منبطح تحت التكييف. أطلعوا ونحن حنجمع لكم الصغيرة يا شيخنا. أنت بتدي المبررات يقتلوهم، ده الناس أصحاب أرض أصحاب حق. والحقوق دي يجب إنها تتعالج، وأنا هنا جاي أقول عدة ناس، بس أتمنى إنه كل الناس دي تعمل شير يا أخي. تعمل شير عشان أنا جاي أفصل لكم الحاجات دي. البث السابق انا ما لقيت طريقه شير عليكم الله في كل الجروبات، اي زول اللي بيجي مشير يا اخي شير لما نحضرك دي كلمه حق. الجاي هنا ده يلقى لونه ما بيلقى لونه، بيلقى السودان. اذا انت جاي انت قايلنا انا بيجي بتكلم لك بلونك وقبيلتك، يبقى تمشوف لك زول ثاني تحضر معه او تستمع له. انا جاي هنا اتكلم عن السودان، البلد اتصل تعاني. قلنا يا ناس لما بنتكلم يا اخي الناس كلها تجي دقيقه يا اخي اقفل ذاته البلوتوث دي، كل مرة بتقفل وتفتح لانها طلعنا السماعات. هل الـ الناس سامعيننا كده؟ بالله بس الصوت مسموع؟
تحية لكم كلكم، التحية لسام، والجنينة تنزف، تظل تنزف وحتظل تنزف لو في أشياء معينة ما تعالج حيظل النزيف ده في البلد. وقلنا اختصار الكلام يا جماعة، الصراع الداير في الكون ده الآن صراع ثروات الآن، وبقى بالواضح الدول إذا كانت الأوروبية ولا الدول الحولنا ولا كل الدول المستعمرة، القارة الأفريقية الحلوب البقر الحلوب دي، الناس دي كلها الأراضي بتاعتها من المعالجات انتهت، بالسماد والمعالجات انتهت. السودان ده يا جماعة لو قام بيهدد أمن كل الناس زهل. الكلام ده كلام حقيقي وبيهدد الاقتصاد العالمي. الدولة القنية الإمارات اتكلمت عن إنه السودان شكرا هي بقت تقريبا في المركز الخمستاشر احتياط الذهب في العالم، وهي ما عندها ولا منجم واحد. التحية لي أنا بحظر طوالي يا جماعة، حظرنا لكم ولا شرقاوي ولا غيره، قال لكم الله يزول يقول حاجة، ها أي زول بيقول كلام خدتونا خلينا حظر لكم طوالي كويس، شير عليكم الله بفل الفل كويس. البلد دي مليانة ثروات، والبلد دي بتموتوا انتوا والله. 30 مليون اثيوبيا جنبكم دي كان نزح وساكت، انتوا بتقدروا تسيطروا عليهم. مصر جنبكم دي 130 مليون يا ناس، اعلى الكلام ده، انتوا اللي بتموتوا، انتوا اللي بتموتوا، انتوا اللي بتموتوا لكل الناس المرضى النفسيين اللي بيشحنوا في الاخرين. انا بجي بفصل لك الازمه دي وسببها شنو وليه بتستمر الموت ده، بقول لك انا ولا عندي شغله بجنجويد ولا غيره عشان تعلم الحاجه دي كده. كويس، ثرواتك دي بتنهب، البلد دي بدأت تدعافها، الثورة ما حققت كل المطلوبات اللي احنا عايزينها، لكن رغم كل الحاجات دي الآن اللي بيقدر يقول انه الثورة دي ما عملت حاجة ده زول ما صحيح وما صادق. الثورة دي يا اخي عملت على الأقل، الآن البلد اسمه السودان متعافي دوليا، على الأقل احنا مرقنا من مشنقة النظام الأيديولوجي اللي كان بيقتل في الشعب السوداني ده. اوعى زول يقول الثورة دي ما عملت حاجة، الثورة دي عملت حاجات، والثورة ما بين يوم وليلة بناكل ذهب عشان نحن ما ننوم والشعب السوداني دي ينوم. وانا بوريكم الازمات دي وبختصر لكم كل الكلام، انه البلد دي محاربه يا ناس، البلد دي محاربه، اكبر ثروه موجوده على الكوكب ده الناس ما قادره تستوعب. يا اخي تموت واي زول قاعد في قبيلته، اذا جينا حسبنا هسه بنلقى ناس بيتبعوا سلام جوبا، ناس عبد الواحد، ناس مع الحلو، ناس مع ناس ذاته مع اي زول، نجي للسنتر ولا نجي في الخرطوم ذاته اللي يعني المقاومه، ده القحاته، ده الخدمات، ده المعارف تابعين للشباكات، ده المعارف مشوا قعدوا مع البرهان، الاخرين معارف قعدوا مع حمدوك، ده قعدوا مع ده السنبلات، ده يا اخي انتوا انا ما بفهم الناس اللي بيقسموا ديل، انتوا دارين تصنعوا السودان كيف؟ يا جماعه دارين تصنعوا الواقع كيف؟ يا جماعه والله ما توحدتوا تتفرتقوا لما تعرفوا حاجه، وتتدقوا هنا لما تعرفوا حاجه، يا ناس البلد دي ما كفايه على جروح والام وانفصالات. يا اخي خدتوا في مخيلتكم دي، اطرحوا كل التفاصيل دي عشان تخلقوا سودان معافى والثوره دي تمشي في طريق الصحيح. اول حاجه البطاقات الثوريه، واي واحد خدت لنفسه بطاقه ثوريه صنف في الجميع، الحاجه دي لازم تزيلها من مخيلتك دي. الحاجه الاخرى العنصريه الموجوده فينا، واي واحد دافن ضغائن جواه، الكلام ده لو ما زلت ما بتخلق واقع. ليه فسرنا في ألف مليار لايف الحصل في دار اندوكا؟ التحية لكل الناس اللي موجودين هناك وما زال الدم ده بينزف، لأنه أول حاجة ما في سلطة دولة، ما في دولة بتحمي. الحاجة الثانية في هناك ناس بيقتلوا لأنه عندهم ناس داخل السلطة بيحموهم. الحاجة الموجودة دي هناك في حواكير حقت ناس، الكلام ده حقيقي، الكلام ده لو ما تعالج، وما بيتعالج بكلامي وكلامك ده كده، الكلام ده بيتعالج في إطار منظومة الدولة عشان الناس ما تمشي. اختصرنا الحاجة دي كلها يا جماعة، الحركة الشعبية دي لما جات باتفاق جون قرن ده بقى نائب الرئيس للحركة الإسلامية اللي بتقول ما في زول نصراني في بنيتها كده، نحن بنعرف تركيبتها وبنيتها، في بنية الحركة الإسلامية ما بيؤمنوا بأنه في زول نصراني أو زول مسيحي أنه يتولى أي منصب، لأنه الناس دي نظرتهم أيديولوجية، جا قعد وما في زول بيقدر يفتح خشمه. الحركة الشعبية جات قعد لحد ما مشت وغررت المصير وانفصل جنوبنا الحبيب. الكلام ده كله حصل بطريقه سلميه، لو كان في حرب مدوره للتاريخ ما بتنتهي. الان الناس اللي عملوا السلام ده لو جزول اس الناس اللي عملوا اتفاقيه السلام يا جماعه بالراحه كده، اول حاجه انتم في مكوناتكم هناك، انا بتكلم عن الاقليم القربي الحبيب النازف المستمر ده، الناس اللي عملوا السلام ده المكونات هسه عملت السلام دي
ما ده الناس بيتحاربوا شايلين سلاح. جا خدتوا سلاح قالوا وجهه نظرنا يا اخي لحل السودان ده وعبوره انه احنا نكون جزء من السلطه وده حقهم، ما في زول بيقدر يفتح خشمه يقول محاصصات، ده حقهم وده حق اي سوداني، الحاجات دي ما مختصه بناس معينين. الكلام اللي انا داير اقوله هنا بعيدا عشان اجي اتكلم عن اهداف الثوره هي اللي حددت الطريق ذاته، الناس دي كلهم الان برا الطريق. جو عملوا السلام قالوا ارضا سلاح نخش في المكونات، في ناس اخرين بينظروا انه السلام ده بتم عبر رؤيتهم هم وبرنامجهم هم اللي هو منزل ومقدس من السماء. انا ما هنا قاصد ناس معينين. طيب يا انت اللي عندك نظريه انه السلام ده يفترض يتم بطريقه معينه اللي هي انت بتتبناها اذا كان اي واحد من المكونات ما وقعت الاسئله عشان الناس ما تقول الحرب والموت. انا بجي بفصل، اتمنى كلكم تركزوا يا اخي، ما تعلق ركز في الكلام اللي داير اقوله ده. في واحد بينظر انه السلام ده بيجي بطريقه معينه كده خاتيها في حسابات راسه كده. طيب وبيقول الاخرين ديل ما ممكن يتم سلام وما كده وما ديل ما بتموا سلام وديل ما بجيبوا دوله وديل ما بجيبوا ديل. وصف ناس اخرين كده. طيب انت براك عندك رؤيه وجيد حاولت تعمل السلام في مخيلتك والاخرين ديل اقصيتهم. الاخرين ديل شالوا سلاح، اذا احنا يعني حنصل لحلول بتين يعني مثلا، انت ذاتك ما عندك حلول وسطيه، بتقول يا اخي السلام ده بوجهه نظري انا اذا كان الحلو عبد الواحد غيرهم بوجهه نظري انا السلام ده بتم بالاطار ده فقط، غير كده ده ما سلام. الاخرين بيقولوا يا اخي احنا شايفين السلام ده بتم بالاطار ده غير كده ما سلام. انتوا حتتفقوا بتين يا ناس والشعب السوداني بيموت. يا اخي رساله لعبد الواحد ورساله للحلو. يا جماعه الناس لما تيجي تدخل في اطار سلميه وتجي تقول شروطك وتدخل يا اخي انت بتجد كل الدعم وبتلقى نفسك داخل السلطه ما في زول بيقدر يمنعك. الان انا بضرب لك مثل وجاي للجنينه اللي بتنزل فيها ناس، انا بس دار افصل للميديا المقسمه وللشعب السوداني المقسم، اي زول قاعد في كومه وده شيء طبيعي، وده شيء طبيعي للحاجات والامراض والحاجات الموروثه والازمات والالام الموروثه بيجلوها الشباب ويطلعوا بها يتكلموا بها، حتظل الدوله دي تعاني. يا اخي الان الجبهه الثوريه دي بتلف في كل اطراف السودان ما في زول بيقدر يتكلم. يوم من الايام كانوا بيعتبروهم ديل مرتزقه، كان بيعتبروهم ديل ناس كان تابعين للموساد، كان بيعتبروهم الاف الاتهامات، الان جو قاعدين يلفوا في كل اطراف السودان بتهليل وتكبير. يا اخي تعالوا لانه البلد دي ازمتها في اماكن صنع القرار، واماكن صنع القرار يا البيكورك يا البيكورك برا انه شيلوا سلاح واعملوا يا ابن الحلال. البلد دي 60 سنه الحركه الشعبيه بتحارب فيها، البلد دي 20 سنه الجبهه الثوريه شايفه وباقي حركات الكفاح بتحارب فيها. في النهايه الحلول السلميه جابتهم قعدوا جوا ويقولوا احنا دارين الوزاره دي ودارين الوزاره الاخرى ودارين اي وزاره، وما في زول بيقدر يتكلم لانه جوبي السلميه دي قادره تنهي كل الازمات والالام الموجوده في البلد دي. من هنا برسل رسالتي هنا لكل الناس المتواجدين برا، يا ناس تعالوا البلد دي بتعاني، الحلول بين يوم وليله ما بتجي. دولة مفصولة السلطات، دولة كده ما عارف بين يوم وليلة تكون مدنية. يا اخي تعال خش جوا، تعال عالج من جوا، تعال احنا كلنا نعالج مع بعض. لكن ما ممكن اخوك مشي جوا انت قاعد برا انت بتنتقد فيه، الناس بتتاكل في بعض. اي زول فاكر نفسه الرؤية بتاعته دي الصح وبياكلوا في بعض وبيموتوا ناس ابرياء. هسه الموت الحاصل ده شوفوا يا ناس، من هنا الناس اللي بتحمل المسؤولية دي كاملة الان لكل الناس المتواجدين الكلام ده ما صحيح، الحاجات دي تقسم. اول حاجه علينا احنا كشعب سوداني السلام المجتمع ده بنخلقه نحن، ولو في امريكا يوم ذاك انتوا شفتوا دخلوا البيت الابيض الكلام ده حصل ليه؟ حصل لانه في وعي، الوعي ده السلام المجتمع ده بنخلقه نحن كمجتمع. الدوله دي ما عندها السلطه اللي بيقدر يخليها كل كبيره وصغيره تغطيها، الكلام ده في امريكا هيحصل، تفلتات بتحصل موت بيحصل. ده ما بينهي انه البتاع دي مسؤوليه، يجب انه الناس تقسم المسؤوليه، الاحداث دي متكرره، ليه؟ لانه في قبن واحتقان داخل الناس ما زال موجود. والكلام ده حقيقي، في قضايا بتاعت ارض وحواكير لما حلت ستظل الازمه موجوده. اذا ما في دوله والسلطات بتاعت الدوله، اول حاجه خليك من الجيش والدعم السريع، في شرطه يجب انها تكون محايده داخل المناطق دي. المناطق اللي بيظل فيها لحد اليوم موت. يجب انه الناس اللي وقعوا على السلام اتفقوا في اتفاقية انه في 12000 خلال 40 يوم تتكون 6000 من الجبهة الثورية و6000 من باقي المكونات اللي هو الجيش والشرطة والى ما ذلك. يفترض الجيش يتكون عشان يمحي من الناس اللي موجودين هنا. البلد دي تعاني يا ناس.
البلد دي تعاني بموتوا ناس ابرياء، واحد تاني يقول لك شيلوا سلاح. يا ناس يا اخي زول المريض النفسي اللي بيقول لكم شيلوا سلاح، اقسم بالله العظيم انتوا بتدوا المبررات لقتلكم، بتدوا المبررات للقاتل، لانه القاتل قوي، القاتل عنده سلاح، ما بتدوا المبررات. يا ناس بالسلميه بتقدر تنتزع حقك. احنا مع الحق ونحن ما دارين يا اخي نقطه دم تنزل في البلد دي. نظل نكورك ونظل نتكلم انه الناس يجب انها تتعايش بسلام. يا اخي في العصر الكم دارين المتخلفين الناس العنصريين اللي بيتكلموا، والكلام ده ما مخصص بزول، مخصوص للناس اللي بيجي بيتكلم بس عن قبيلته. يا زول اتكلم عن السودان، انت قاعد في دوله ما بتعترف بالاثنيات، انت جاي هنا بتتكلم عن اثنيه معينه، دائره الاثنيه المعينه دي انها تقوم حرب، بتكتلوا انت وقاعد برا في المكيف. شوفوا هنا رسالتي لكل الناس المتواجدين في دار اندوك الحبيبه، الناس تجنح للحلول السلميه، والناس تقعد والناس تطالب، والان انا بطالب انه الناس الكل متضررين والمعسكر وكل الناس اللي حواليه انه يا اخي يطلعوا في اعتصام. سنظل احنا ندعم الاعتصام ده ومطالبهم حتى تتحقق، وبندعم ونطلب من كل الاطراف انه البلد دي من شرقها لغربها محاصره. السودان ده بيخلونا احنا نموت، احنا كمواطنين نموت، احنا لا ننتمي لاي حاجه غير حبنا لهذا الوطن الحبيب. نموت، تموت عشان ثرواتك. الامارات الثروات بتاعتها ال 15 احتياط الذهب يا اخي منجب ما فيه، لله درك يا وطن. الوطن ده مليان خيرات ونحن نموت، نحن نموت لانه اي زول مندس في قبيلته، احنا بنموت لانه لحد الان احنا بندافع عن اثنياتنا. يا اخي احنا ليه ما نجي ندافع عن السودان ده؟ يا اخي ليه نحن ما نجي نقيف في صف واحد ويا اخي ونقيف كسودانيين؟ دارين نصنع واقع دوله كيف؟ واحنا مالين جوانا قلوب وجايين باحقاد وبضغائن، موت واحد يموتوا الاف الناس. الكلام الحاصل ده يجب على الحكومه عندها برضه جزء من كبيره من المسؤوليه انه ما في قيام سلطه الدوله. الحاجه الاخرى اذا كان الدعم السريع ولا الحاجات الحاصله دي، يجب انه يكون في وحدات عسكريه من الشرطه غير منتميه لكل الاطراف تكون موجوده في منطقه الجنين وفي كل المناطق اللي فيها المشاكل. من هنا يا اخي نرسل كامل دعمنا لعبد الواحد وللحلو ولكل الناس اللي تقعد، لانه البلد ده بيعاني، الوطن ده قاعد يعاني وناس بيموتوا وبينزفوا. الى متى رؤياتكم دي ما بتتحقق بين يوم وليله والكلام ده ما بيحصل؟ احنا ما قاعدين في الدول اللي بنشوفها مستقيمه دي، احنا مليانين يا اخي نزاعات. نحن لحد الان في ناس بيشوفوا انه يا اخي المهديه دي المفترض تمسك البلد، احنا لحد الان الناس بيفتكر انه قبيلته قادر ينتصر بها وقادر يقود بها حرب لتحرير السودان، احنا ما زلنا خليك من قبيلته بالاثنيات، والان كومي كومك، الناس هنا ما عارف احشدوا وشيلوا سلاح وبنرسل لكم سلاح. يا اهبل يا اخي، انت بدل تدعم انه الناس تخط الحلول السلميه، انه الناس تخط، لانه الحلول السلميه لو في تفلتات بتحصل حاجات بسيطه، بتحصل موت فردي فردين لكن ما بيحصلوا بالكمية الهائلة دي. يجب على الحكومة انها تمشي تحمي النازل. من هنا ادعو كل الناس انها يا اخي تطلع في اعتصام، احنا ندعم الاعتصام ده. هس في ناس جو ووصلوا الخرطوم، طائرات فيها ناس مصابين، احنا سنظل ندعم النازل وسنظل ندعمهم، والدار يدعم يا اخي، حساباتنا موجودة ويقف معانا، حندعم كل الناس اللي وصلوا الخرطوم. البلد دي بتعاني ولما وقفنا احنا مع بعض نزل بيقف معك. البلد دي محاربة والبلد دي محاصرة بحصار بتاع ثروات. البلد دي في ناس لحد الان بيقرروا في مصيرها، لانه اطراف النزاع واطراف البلد دي والسودانيين القاعدين برا يا اخي بيتكلموا بقسموا في الداخل. الناس تقول كلمه طيبه يا اخي، الارواح دي بتموت لانه في ناس بوط بكوركو يمين وشمال، احمر واصفر اخضر وما عارف. يا ابن الحلال بنعرف تماما ازمات البلد وجذور ازمه البلد دي. البلد دي ما في زول بينكر انه فيها عنصريه، البلد دي ما في زول بيقدر ينكر انه في شرذمه مسكت السلطه وتمسكت بها، لكن اليوم اللي انت بتقول انه السلطه الماسكه البلد دي، انه بتصف السلطه الماسكه كانت ماسكه البلد دي، بتجرمهم هم وبتجرم ابنائهم، وبتصل مراحل بتجرم القبيله بتاعتهم، وبتصل مرحله بتجرم الولايه بتاعتهم، وبتصل مرحله بتجرم الاقليم، ذات الاقليم اطلع عليه، ذات المجرمين الشرذمه الفدال حينحز لهم. يا اخي اوعى لخطابك اللي بتقوله عشان ما تزيد البلد دي ازمات. ذات الناس اللي انت بتتكلم عنهم وبتصنفهم ديل انهم هم يا اخي مسكوا البلد دي والسلطه، بتجرمهم وبتجرم ابنائهم والاسره والقبيله والولايه والاقليم،
تأكد تماما ان الاقليم اللي كان ينظر للناس المجرمين القتله ديل انت برك بتلزهم لز بتقول لهم يا اخي احتووا مع بعض، انت بتلزهم بتقول لهم يا اخي احملوا سلاح انا جايكم، انت بتلزهم بخطاب جاهل. البلد دي عانت بما فيه الكفايه، بثوره سلميه ازلنا هؤلاء المجرمين، وما في زول بيقدر يجي يقول لي الثوره ما عملت حاجه. الثوره دي عملت لانه ما ممكن يوم من الايام يجي يحكم البشير. الثوره دي عملت لانه لا يمكن يوم من الايام يجي يحكم علي عثمان محمد طه. الثوره دي عملت خلتنا نحن نحتف، خلت الناس تعرف نرتتي. لما كنا بنتكلم اعتصام نرتتي اول ما بدا الناس بيسالونا في الخاص نرتتي دي وين؟ وانا ما بقدر اجرمهم لانه الانظمه اللي حكمت البلد دي قسمت البلد دي على اساس جهوي وعنصري. احنا دايرين ننجو بالسودان يا ناس. الحقوق دي تظل موجوده ومحفوظه، لكن لو ما جت بالسلميه ما بتقدر تجيبها. غير السلميه اللي بيفتكر انه قادر يخوض حرب. يا عزيزي الفاضل، الحرب دي كانت خايضه 20 ولا 60 سنه في البلد دي، النتيجه اللي حصلت شنو؟ غير تخلف وجهل. يوم ما الثوره دي استمر السلميه في خلال 4 شهور اتت ببيان كامل واسقطت نظام في 4 شهور فقط. انا من هنا كامل دعمي للناس زيك. يجب انه القاتل ده يسلم من الجانبين. رسالة لكل النشطاء يا جماعة، الآن ما تنحازوا لأي جانب من ما تنحازوا أي انحياز، لأنه الوضع لو اتفجر بيموتوا ناس آخرين يا أخي كانوا ممكن يكونوا جزء من صناعة واقع جميل في الوطن البؤوس اللي بيموتوا فيه كل يوم ناس. البلد دي ماشية تتحرر، بس خلونا نتماسك مع بعض. البلد دي ماشية تنجو من الشرذمة اللي مسكوا السلطة، خلونا نتماسك وزارة 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 مركز مركز. الماء اللي بيقول انه يا اخي اتفاق السلام ده ما بتم. يا اخي اطرح رؤيتك وتعال بندعمك، لكن ما تظل في انتقاد. انتو ما عارف انتو الكلام ده ذاته كفيل من انه يخليك انت ذاتك النازل اعدائك ليوم الدين. هل تفتكر الناس اللي بتصمهم انهم حراميه بتاعين سلطه جايين لي قروش؟ النازل في النهايه عندهم عتاد عسكري، النازل حيظلوا انت عدوك انت. احنا بنقول الكلام ده لانه ما دارين البلد الدعافة. شنو الما سيء في السودان؟ كده وروني شنو الما سيء؟ إذا كان الوضع المعيشي، اختلال البلد دي من تاريخ بدايتها، شنو الما سيء؟ الحركة والجبهة الثورية كلها سيئة، شنو الما سيء؟ المؤسسة العسكرية دي كانت تقتل في الشعب السوداني، شنو ما سيء؟ الحكومة دي جزء منها عميل وجزء منها ما صادق، شنو الما سيء؟ نحن متقسمين، نحن ذاتنا سيئين، منو شنو الما سيء في السودان ده؟ شنو الما سيء؟ شنو اللي بديك أمل في إنه البلد دي ممكن تمشي لواقع جميل وجديد؟ الواقع ده بنجيبه نحن الناس اللي اشرقوا اشرقت بهم الثوره والناس اللي ماتوا في سبيل انه يخلق واقع جميل في البلد دون نكون متعافين في دوله متسامحه، في دوله تقبلني انا وانت، في دوله تقبلني انا وانت. شنو يا اخي اللي بقلل الامل اللي بخلينا يا اخي نتمسك بواقع افضل في انه يا اخي نخلق لنا واقع في البلد دي نعيش فيه كلنا؟ نعلم تماما انه الناس اللي موجودين واللي بيموتوا اسي والمعسكرات دي الناس اصحاب حقوق وعندهم حقوق في البلد دي. في قضايا يجب انها تعالج، قضايا الحواكير والارض، القضايا بين المراعي وبين المزارعين والرحل، يجب انه تتعالج وفي اسرع وقت. يجب انه يكون في سلطه الدوله والناس تطلع في اعتصامات لحد ما يتم حمايه الابرياء ديل، لحد ما يتم حمايه الناس اللي كل يوم بيموتوا، كل يوم بيموتوا بالالاف. يجب انه كل الميديا تضج بالحاجات دي وكل الميديا تتكلم، والفنانين اللي هسه بيرقصوا بينططوا للجيش وبينططوا ذيل، يا اخي تعالوا اذكروا الكلام، يا اخي خليك من ده العلماء، انا بوريكم ليه انه البلد دي فيها اختلالات، لانه في عالم بيجي بيتكلم لك في صوره ويصرخ ويبكي، بقول الكلام ده له وانا كان الله وصلوا لي وذاته، يصرخ ويبكي وصوره اه، وفي ناس بيموتوا هنا، في ناس بيموتوا ما في زول بيتكلم عنهم، ليه هالبلد دي مختله؟ لانه في زول بيموت في منطقة معينة بتلقى كل الناس بيتكلموا، خليك من انه يموت في واحدة بيتحرشوا بها، بتلقى الميديا دي ضاجة كلمة ضاجة كيف يتحرشوا بها؟ واحدة قتلوه هنا، واحد قتلوه، آلاف الناس بيموتوا ما بيتكلم، ليه البلد دي مختلة؟ لأنه ما في إحساس، لأنه ما في إحساس بالآخر، لأنه البلد دي ليه مختلة؟ لأنه ليه يظل الحاجات دي؟ لأنه ما في إحساس. في ناس سودانيين وفي ناس ما سودانيين، في ناس احساسهم ونفسيتهم وايديولوجي تفكيرهم ذاته الوضعات والانظمه. انا برضو بحمل المسؤوليه لكل المجتمع السوداني، احنا اللي قاعد نخلق الفوارق دي لانه ما بنناقش القضايا دي كلها من منظور واحد. في واحد بموت ده عنده سكور عالي، وفي اخرين بموتوا 100 احنا ما بننظر لهم ذاته. الكلام ده هو الخالق فوارق في البلد دي. في ناس بيطلبوا السلطه دي بيشيلوها، ما بيتهموا باي اتهام، لكن في اخرين بيطلبوا السلطه يظلوا ان هم طلاب سلطه. يجب انه الحياة المختلة دي تنتهي. الثورة دي حددت
حريه سلام وعداله، وحددت منظور معين لدوله مدنيه. تظل الدوله المدنيه دي مفقوده، واحلام ننادي بها نحن، واحلام ماتوا من اجلها الناس الزرفوا دماؤهم في البلد دي، تظل احلام. ما لم نتماسك كشعب سوداني وننهي قضايا الحرب اللي بتجعل المؤسسات العسكريه تجعل الدوله دي عسكريه ديكتاتوريه، الكلام ده بيجعل في يدنا نحن انه نخلق سلام اجتماعي ونتماسك عشان نقدر نزيل التدخل العسكري من السياسه. طالما نحن في يوم كل يوم بموت، ده بيحتم حتميه انه المؤسسات العسكريه تكون موجوده في السلطه. طالما في حروب بين هل لله وبين كبرنا في اطراف البلد دي، حيظل الغرار العسكري هو موجود، حتظل الدوله العسكريه هي موجوده. يا ناس اصحوا، السودان ده بما فيه موارد تنجو بين كلنا، خلونا من الضقائن والاحقاد، لانه الاحقاد ما بتبني دوله، والقبيله ما بتبني دوله، والاثنيه ما بتبني دوله. عانينا، عانى السودان ده من انقسامات. هس الحاجه اللي حصلت في دار النوقه، في الناس كلها اي الناس انقلبوا للونين. والحاجة اللي بتألم بصراحة لما تلقى أصحابك وتلقى الناس اللي أنت بتعول عليهم أنهم يقولوا كلمة حق، وبدعول عليهم أنهم يحاولوا يوعوا الناس ويكونوا هم ياخذوا رسول سلام للناس المتواجدين على الأرض، لأنهم هم نجوا من البؤس ونجوا من الآلام والحروب والإبادات اللي حصلت في البلد دي، نجوا عشان يتعلموا، عشان تتعلموا تخلق واقع في بلد يجب أنك أنت تقول خطاب متسامح. أنت دار تبني دولة، لكن ما تفتكر انت طلعت برا جاي تكورك وبيزيد الالام وموت ناس اخرين، والمفجع في الامر يقول لك احنا ذاته نموت، احنا لازم نموت، وانت قاعد برا ضرب التكييف. الناس ما تشير لاي زور بيتكلم في خطاب عنصري يا ناس، لانه الحاجات دي بتنزل على الارض سموم بتقسمنا نحن. تظل يا اخي يظل حلمنا بواقع جميل في البلد دي يظل مستمر، وبالنادي بالسلميه والله، والى الابد ابدا يوم من الايام ما بالنادي بالحرب، وما بالنادي من انه اي انسان يضرب طلقه، لانه ما دار ينزل يموت، وده ما خوف ولا ضعف مطلقا، لكن ده الوعي في نص كل الحاجات اللي بتديرك عشان انت تكون بتتحارب عشان انت تموت. احنا ما بنموت لهم، نتمسك بالسلميه لاخر نفس، وده ليس خوف فقط عشان ما ندي تجار الحروب المبررات لقتلنا والاستمرار في السلطه والاستمرار في عمليه الفشل والموت والانقلابات والحاجات اللي قاعد تحصل في البلد دي. الناس تتماسك، الخطاب ده ما خطاب عاطفي فقط، الخطاب ده خطاب لكل الناس يجب انه تستوعبه تماما. ناس تتمسك بالسلميه، البلد دي ماتت، وصدقوني الناس اللي قتلوا والمجرمين ده اللي يظل التاريخ وراهم، ونحن سنظل وراهم لحد ما نشوفهم في المشانك. المؤسسات دي مختله، لكن احنا حنحاربهم بالوعي، سنخوض حرب عبوس شفته بالوعي ده وباستمرار السلميه دي لحد ما نحقق مطالبنا. من هنا انا بدعو كل الناس الموجودين في دار اندوك الحبيبه وفي الجنين وفي كريندنج وفي اطراف البلد الناسفه، انه الناس تتحلى بروح البس، والناس انها تتحلى يعني انا ما قادر، لانه الالم ده انا ما بكون حاسس به زي الناس اللي حاسين به، ما بقدر احس بالالم ده مطلقا، مهما انه تحاولت انه احس باحساسهم وموت اسرهم واهلهم انا ما بقدر. لكن انا اللي بقول لكم اصبروا، فوالله انه الفرج جاي والفرج قريب. نظل نقاوم، ما ندي فرصه لتجار الحروب والموت عشان يقتلونا. يوم ما نشيل سلاح احنا نديهم المبررات لقتلنا. نحن شعوب يجب انها تنهض، ويجب انه نتمسك بالسلميه. انا واثق انه بنصل لاخر الحدود، ما تسمعوا لاي خطاب عنصري، خلونا نتلمى يا اخي في صوت واحد، لانه احنا بنموت. الحروب اللي حتدور في الكون ده حتدور بسبب ثروات. احنا عندنا كل حاجه وما محتاجين لزول، فقط محتاجين انه ننادي بصوت واحد ونتمسك بايادي بعض يا اخي ونمضي لقدام. وده ما فيه اهدار للحقوق، تظل انه في حواكير واراضي حقت ناس يجب انها ترجع في يوم من الايام. يجب انه حقوق الناس الماتوا دي والقتله يسلموا للجنائيه ويتربطوا في المشانق، وسنظل ورا المطالب دي. حريه سلام وعداله، وانه البلد دي نشوف اي سوداني يشوف اشوف فيها، دي مبادئنا وحنظل مستمرين فيها. المبادئ الماتوا من اجل الشهداء والماتوا من اجل الناس في انه يخلق واقع جميل لنا نحن وليهم هم، ونحن حنظل في مطالبهم دي لحد ما نخلق الواقع ده. والله ما بننزاح منه ولا فرصه، ولا يوم من الايام حتلقونا يعني حنجي نتكلم عن قبيله ولا بنتكلم عن لون، احنا حنخوض حرب ضد اي واحد عنصري في البلد دي، اي زول عنصري بصوت خطاب عنصري احنا بنتكلم ضده، لانه هو اول واحد يقتل اهله قبل ما يقتل الغير. البلد دي فيها عنصرية، الكلام ده ما بينكر زول. البلد دي مختلة من 56، الكلام ده ما بينكر زول. البلد دي فيها فوارق كبيرة وفيها ثروات تنهب وستظل تنهب، لأنه احنا مقسمين.
عشان ننتصر محتاجين انه ننادي بصوت واحد، ننادي بانه ده سوداني. لما اجي بدافع عن دار مدوك وبدافع عن الناس اللي قاعدين يموتوا لحد الان، انا ما بدافع لهم عشان هم، انا بدافع لهم فقط لانه هم ناس سودانيين. السلام التم ده بدافع، مش بدافع عن حركات لانه انا ما بعرفهم، انا بدافع انه الناس اللي كانوا جزء من الازمه. السلام ده لما يتم بيتم بين طرفين بيتنازعوا، بوقفوا السلاح. فقط وقف السلاح ده يا اخي ما اقلاه اذا كان في الحركات دي كان في ناس بيموتوا، ما اقلاه انه في ناس بيعيشوا. في ناس بيؤمروا في المؤسسات العسكريه عشان يحاربوا الاخر، هم الان احياء. ده ما ده ذاته ما حد في حد ذاته يا اخي، يا اخي ده ما نتيجه والله. انتوا دارين بين يوم وليله الوضع ده. احنا من هنا يا اخي بندعم الحلو، وبندعم عبد الواحد، وبندعم اي زول يجي لسلام، وبندعم الكل عشان البلد دي تتعافى. مطالبنا في حريه وسلام وعداله سنظل متمسكين بها. القتل يجب انهم يتحاسبوا. الحركه الاسلاميه بنرسل لكل الناس، الحركه الاسلاميه لن ترجع للسلطه مهما حصل. والكلام ده برضه يجي يقول لك الكيزان وما عارف اللي هو الليله بتاعت الكيزان والكلام ده، عشان تكونوا واعين بالحاجه دي، انه الحاجه دي ما بتحصل تاني. تحياتنا لكم يا اخي. انا ما داير ازيد ولا اطيل، عشان الواحد يا اخي عنده 100 حاجه وراه والله. وانا بعتذر للفترات السابقه انه الواحد ما بيقدر يطول عليكم، لانه ما في والله ما في وقت. يعلم ربنا هس الواحد بملابس الشغل وبتعبه وبيرهقه وحاسس انه حينون في اللايف ذاته. التحيه للجميع. في اي سؤال اردوا قبل ما نمشي واقف البث ده بيني وبينكم يا اخي، كامل الحب يا اخي. الناس ما تزعل من الكلام اللي انا قلته، الكلام ده هو بيمرق السودان. بيمرقنا لما يا اخي نحب بعض، بمرقنا لما نتماسك مع بعضنا من نسيب التخوين، بمرقنا لما نحاول احنا نعمل حاجة. الشعوب اذا دار تنهض بتنهض، لكن ما نتكلم واحنا قاعدين. انا اسأل ربنا انه يا اخي ربنا يصلح الحال، وصدقوني انه الحقوق دي سترد طالما الناس متمسكة بحقوقها ومتمسكة بالسلمية. تعالوا ننادي يا اخي بسودان واحد. ومن هنا انا بكرر دعمي هم وقت بيموتوا اللف داك انت وين؟ طيب سنابور. التحية لكل الناس المتواجدين. هس الشباب جو من دارندوكا والجو من كريندينج، في طائرات وصلت الخرطوم، الناس المصابين في المستشفيات. من هنا رسالتي للناس المتواجدين، الناس في الخرطوم يشيلوا معونات ويمشوا، الناس الموجودين في الصلاح الطبي، ونحاول ان شاء الله ندعمهم لانهم اخواننا في النهايه واهلنا وهم سودانيين. الناس دعموا الناس اللي وصلوا السلاح الطبي، محتاجين معونات، محتاجين وقفتكم. احنا كمان في المبادره بتاعت لسه جوانا خير، اللي هو جمعنا ملابس الحمد لله رب العالمين، وهو موجوده وجزء منها حيمشي ان شاء الله المعسكرات وفي الترتيبات ان شاء الله، وجزء منه توزع حنصلهم ان شاء الله والحاجات دي حتصلهم. في جزء من مبلغ كان يترسل اللي هو احنا بدارين نعمل غافل للشرق، لكن موضوع الكورونا هو وقفنا، وسنظل انه الغافله دي لازم تمشي شرق السودان. في جزء برضه بنحاول نقيف مع الشباب ديل برضه، والناس تقيف مع بعض وتسند بعض. الحاجه الاخيره اللي انا دار اقولها يا جماعه المتواجدين في السعوديه في الرياض بالاخص، في كميه ادويه كبيره احنا جمعناها الحمد لله من ناس خيرين، بنوفق جزء من الوقت اللي بفضل لنا من الشغل، من باقي اليوم بنمشي نجمع به ملابس، بنمشي نجمع به التبرعات، بنجمع به ادويه، عندنا ادويه. دارين اي زول يا اخي بالله في الرياض هو نازل السودان يشيل لنا معاه كيلو واحد، بس كيلو واحد من ادويه يوصلها لاخواننا. والله ما شاء الله الناس تبرعوا، عندنا الان يمكن كميه كبيره من الادويه، فنتمنى بس كيلو واحد الزول النازل السودان يا اخي يخش لنا في الخاص نديه كيلو يوصله لاخوانه، ما دارين اكثر من كده يا اخي. كل الحب والاحترام، نتماسك يا ناس. السودان ده عزيز وما عندنا وطن غيره. السودان ده بيتالم، الفوارق والحاجات اللي جواكم دي والله جوانا نحن، لكن اذا كل الناس متمسكه بها وانه هي دار الناس كلها دايره تجي تنتقم وتاخذ حقها. بعتذر خشت لي مكالمه، انا بشيل لك 20 كيلو يا بدر بالله، خش لنا في الخاص يا اخي، والله انت زول كارب يا اخي. يا صديقي معتصم، الدم بالدم. والتحية لك، التحية لكم جميعا. يا جماعة أي زول في الرياض عايز ينزل ده قال بيشيل 20 كيلو، والله خففت لنا كمية كبيرة. عملين لايف جروب واتساب جدا. الحاجة الأخيرة، إحنا دارين نعمل يا جماعة مؤتمر
المؤتمر دار انه يكون جامع، نجي نقعد نعمل فيه رؤية وطنية نحن مع بعض. البلد دي جزء من ازماتها لانه ما كان في رؤية وطنية، ما في اي حاجة. احنا دارين مكون شبابي، دارين مكون شبابي، احنا نكون جزء منكم وانتم جزء مننا ونعمل لنا حاجة مع بعض. البرضو معانا في الحاجة دي يجهز ان شاء الله، نحاول نعمل لنا مؤتمر جامع ندعو فيه كل الشباب من كل ولاية السودان، وبإذن الله الحاجة دي احنا بنتكفل بها ان شاء الله. نجي كلنا نتلمى ونقعد مع بعض، واي زول يقول في نفسه، ونطلع لنا برؤية مع بعض ونمشي لقدام. ما عندنا حاجة غير السودان ده ينجو، وبإذن الله السودان ده ما محتاج له غير سنة واحدة فقط لو اتماسكنا مع بعض. جروبات واتساب ابشروا بالخير، ما عندكم مشكلة. دارين نضع علينا رؤية وطنية كلنا مع بعض نشارك فيها، كلنا مع بعض نشارك فيها ونعمل لنا حاجة مع بعض ونمضي. منو اللي يرأس ومنو اللي يمسك دي ما بيهمنا، بس نكون مع بعض. والحاجة دي دعينا لها كثير، وبدينا ان شاء الله نحاول نجري اتصالات ونرتبها عشان يكون كل اطراف السودان دي متواجدين في الجسم ده باذن الله. في تاني شنو قال؟ اعمل لنا جروبات واتساب، ابشر يا اخي. يلا يا جماعة، كامل التحية والاحترام لكم، وما تنسونا من الشير ودعم الصفحة. ادعموا الصفحة يا اخي، والناس ممكن تدعو اصحابها وشيروا في الجروبات، وباذن الله ما بتلقونا الا عند حسن ظنكم. الرحمة والمغفرة لشهداء هذا الوطن الجريح. الرحمة والمغفرة لكل الشهداء الحرية والكرامة والإنسانية والناس الناضلت من أجل إنه وطن معافى، وطن يشملنا كسودانيين، وطن نرى فيه أنفسنا. الوطن ده عانى لعدة أسباب محتاجة عشرات اللايفات عشان نشرحها، فقط علينا إنه نتماسك، ودام نضال الشعب السوداني كل الحب والاحترام لكم. بدل الموت مشيت ما مشيت كل واحد، تحية لكم. الدائر يدعمنا يا جماعة يخش في الخاص. تحية لكل الناس المتواجدين، شكرا جزيلا.